الحكم بين الشوطين بيبقى عنده فضول يعرف قراراته المهمة في الشوط الأول كانت صح ولا غلط؟ خالص. شوف وأنا حكم كنت أخش بين الشوطين محدش بيتكلم خالص، متعودين على كده الزملاء. أنا بروح داخل تشطف كده والفوطة ألفها حوالين دماغي وأنام على الأرض وأرفع رجلي على الكرسي لمدة 10 دقايق، عمل عملية استرخاء والأوضة والصوص محدش بيتكلم، ولا المساعدين يسألوا بعض ولا يسألوني. مرة حد كان بيقول له أنت رفعت، يقول له خلاص. احنا في الفترة دي اللي هيخش مثلا يقول لك ايه انت كنت هايل كل قراراتك 10 على 10 برافو عليك، هتقوم نازل الشوط التاني عامل كده. ده المراقب. عشان كده انا وانا مسؤول انا طلعت تعليماتي ودي بتنفذ لغاية دلوقتي ان مفيش مراقبين يخشوا للحكام بين الشوطين، لا تخش تقول له صح ولا تخش تقول له انت صح ولا انت غلط. ليه؟ عشان لو دخلت تقول له ده في ضربه جزاء انت ما حسبتهاش، هيبقى الراجل نازل وحاطط في حساباته انه ظلم الفرقه دي، فيبتدي هنا يغلط، يبقى الخطا الواحد بقوا 2 وبقوا 3. لا، فيفضل ان بين الشوطين تبقى فتره راحه. اخر سؤال، حضرتك ايه رايك في التحكيم النسائي لماتشات الرجال؟ بص انا مش عايز حد يزعل مني، بس انت لازم تهيئ لهم الجو، انت تهيئ لهم الجو. انا مش ضد، يعني على فكره انا كنت من اكتر الناس يعني اللي وانا مسؤول كنت بدي فرصه للبنات انها تحكم، بس 100% انت خد بالك هتبص تلاقي في تنازلات بتحصل في الملعب من اللاعبين ومن الاجهزه الفنيه عشان الامور تمشي، يعني لان هم عنصر بقى مشارك واصبح موجود. والدليل على كده انه حتى الفيفا دلوقتي دمج القايمتين مع بعض، بقت قايمه واحده، يعني حتى الحكام مع الرجاله في نفس القايمه، ويعني هم بيحبوا يشاركوا وعايزين يشاركوا. واعتقد انه الفيفا بيشجع على كده، واللي بيحكم نجح. احنا عندنا تقريبا دلوقتي شهنده ومنى عطا الله ما شاء الله ويارا عاطف، عندنا طقم كويس بيحكم وممكن يحكم ماتشات رجاله، بس اعتقد يعني محتاجين نوعيه معينه من المباريات وفي اوقات معينه. لكن ما بتبقاش مشكله لحكام الرجاله ان هم يحسوا انه في حكام ستات بينافسوهم في ماتشات الرجاله؟ لا، ما الست بتنافسك في كل حاجه، هي بتنافسك في الاعلام وبتنافسني في التحليل وبتنافس في الشغل وفي الوظائف، وكتير مننا قبل كده القيادات بتاعتهم كانت المراه، فده شيء عادي طبيعه الدنيا والدنيا كده، فلازم تنافسك في كل حاجه، بس اهم حاجه ما تنافسكش في البيت يعني.